من كفر بالله من بعد إيمانه أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الخاسرون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون. طبع الله، والطبع معناه أن يختم على القلب، معناه أنه يختم على القلب فلا يقبل الهدى بعد ذلك، عقوبة، عقوبة شنيعة. فالمرتد إذا لم يتب إلى الله يطبع الله على قلبه فلا يقبل الهدى بعد ذلك عقوبة له، وهذا أشد من كونه يقتل أو يحرق أو يعذب. إذا طبع على قلبه فهذا أشد من عقوبة الدنيا.